الدوري الانجليزي اللي بحبه فيه جدا ان هذا الدوري لا يتاثر باي حاجه، رحيل نجوم، رحيل مديرين فنيين، بعض الازمات اللي ممكن تبقى في بعض الانديه اداريا، لكن برضه بيظل الدوري الانجليزي التوب عالميا. دي معادله غريبه جدا لما تيجي تبص لها، فايه اللي بيميز هذا الدوري بهذا الشكل رغم كل المشاكل اللي بيمر بيها، اللي لما حد تاني او دوله تانية بتمر بربع الازمات دي الدنيا بتبوظ خالص. ايه المعادله؟ المنظومه هناك قررت ان احنا هننجح الدوري بتاعنا من سنين فاتت، مش النهارده ولا امبارح ولا السنه اللي فاتت ولا قبليها. فاحنا هنقررنا نعمل شعار ثابت للدوري بتاعنا، قررنا التيكت، المنظومة كاملة بنتكلم في كل التفاصيل، حتى أصغر التفاصيل هتلاقيها الناس دي مقررة إن هي تنجح بأي شكل. الجماهير هتخش إمتى، المقاعد، حتى زمان كان يقول لك كابتن حمادة أمام الله يرحمه كان يقول لك دوري كامل العدد، الدوري الجماهير حاجزة ذاكرها التيكت بتاعها وكل حاجة موجودة منظمة، التحكيم، الأندية، كل واحد عارف راح فين وجاي، جدول أصلا زمني، كل حاجة ثابتة، كل حاجه. مفيش بقى المشاكل بتاعتنا دي، المشاكل بتاعتنا دي يعني احنا يا جماعه احنا محتاجين نبص شويه، نبعت ناس من عندنا يروحوا للناس دي يشوفوا شغالين ازاي ونقرر نعمل. الموضوع مش صعب، انا مش شايف ازمه، الموضوع سهل جدا، اشوف الناس تشتغل ازاي وهقلدها وخلاص. المواعيد يعني انت مرجعيتك للاستدامه النجاح اللي موجوده في الدوري الانجليزي جايه من ان هم المسؤولين على المنظومه مقررين ان هم ينجحوها، بس عاملين شورت تيرم ولونج تيرم بلان اكيد من سنوات طويله. طب ما كنتش احنا الناس اللي عندنا مقررين ان احنا نفشل الدوري عندنا؟ لا لا احنا اللي مش لا هو الفكره كلها احنا بس محتاجين حاجات كتير قوي تتظبط. هنرجع تاني للمحلي بقى. فلا احنا الناس في اوروبا عموما او الدوري الانجليزي طبعا عشان التوب فايف، لا الناس هناك مقرره تنجح، مقرره ان ما فيش حاجه في الدنيا اهم من اسم الدوري ده، ان هو يكمل بالشكل اللي احنا عايزينه لارضاء الجمهور. خلي بالك في الاخر هي سلعه، السلعه دي بتقدم للجمهور، كل الناس بما فيهم الاعلام الرياضي كل الناس دي شغاله للجمهور. فانا يهمني رضا الجمهور، بشوف الناس عايزه ايه وعامله لهم. في شركات بالمناسبه، في شركات شغال استطلاع راي الجماهير هناك عايزين ايه وينفذوا للاغلبيه عايزينه. فلا هنا هنا احنا لسه شويه يعني نظبط الدنيا، هتقدر والله نقدر، سهله قوي، بس يبقى في رغبه. انا شايف احنا، وطبعا انا مبسوط جدا بصلاح لان هو دلوقتي يعني بيكتب صحيح. انا عايز اقول لك ان كمان ان صلاح ده يعني بعد اعتزاله في كلام تاني هيتقال عنه غير اللي احنا سامعينه دلوقتي، هو اسطوره وش في هو لسه بيكتب التاريخ يعني، عمال يزود كل فتره، فده شيء محترم. وطبيعه انسان او البشريه ان الاسطوره بعد ما بيعتزل او يقعد في بيتهم او الكلام ده كله بيتكتب عنه او بيتشاف قيمته، بيحس مكانه اكتر من وجوده في المنظومه في الوقت الحالي. فصلاح ده يعني اعتقد الفتره الجايه كمان هيبقى في كلام كتير قوي قوي هيتقال عنه. صحيح.